كنت أول عام طفلان تلعب دخلت في رياضة سكيتين شوز. عرفين عليك. السلام عليكم، معكم حميد أبو بقار. اليوم جينا باش نعرفوكم على رياضة سكيتين شوز. هي رياضة تاع شوارع، وجينا باش نورو لكم كيف كنا نلعبو. بلوتو أنا شفتها في الآخر في الأفلام تاع فرنسا، أفلام بزاف كانوا يديروها بكري، بلوتو في 2003 العام اللي زدت فيها أنا كانت بدات، وأنا في 2016 بديت الرياضة. شفتها مالغري ماما ما كانش عاجبها الحال. كيفاش بدا حبك للسكيتينغ شوز؟ الرياضة تعرفت عليها أنا بلوتو كنت برا في 2016، شفت بزاف كانوا غير دراري يلعبوا، كانت مازال ما بداتش البنات يلعبوا. هذه بلوتو كي بديت أنا في 2016 كنت أول عام طفلان تلعب دخلت في رياضة سكيتين شوز. والديك خلوك تلعبيها؟ بلوتو ماما كانت معارضة، باسك خطرة كنت نعلم في جارتي تلعب، أيا طاحت كسرت بيهم. تسمى ما غير شافت هذيك الأكسيون برك تاع جات رمات لي تاع لي غولو، قالت لي خلاص سي بون ما تزيديش تلعبي بيهم. أيا مع الوقت كليت هدرت معاها بالعقل باش ولات عاد خلاتني نلعب فيهم. ودوكا رانا مكملين فيها، رانا في جمعية أنامل أمل برتوتا، رانا نتعلموا فيها. وهذه هي. تقدري تقولي لنا قواعد هذه الرياضة؟ القواعد تاع اللعبة أنه فيها كاينك وين لازم تصوت على حديدة، كل واحد وكيفا، كاينك اللي تصوتي من دروج، كاينك اللي لازم تحطي في الدروج برجل وحدة، على حساب ما كاش مهارة وحدة ولا زوج، راهم كاين شحال من بوزيسيون لازم نخدموا بهم. كيما أنا وليت تعلم دوكا نصوتي ما بين زعما دروج يكون صوتيه كومبلي ولا دروج نحبطو برجل وحدة، كاين بزاف مهارات درناهم. كيفاش نقدروا نتجنبوا مخاطر التزلج التدحرجي؟ دوكا ولات رياضة أساسية في الجزائر، دوكا لا بلوبار كامل ولاو يقوموا بها. دوكا وين زادوا داروا لهم سكيت بارك باش يلعبوا فيها، باش هكاك ما يروحوش المخاطر تاعها، باسكو فيها بزاف مخاطر، وسورتو أنا كنت وحدة منهم، كنت نروح في الطريق وكذا. دوكا قسما داروا لها سكيت بارك، ولينا نقدروا نروحوا نلعبوا في سكيت بارك خير من نروحوا بلاصة واحدة أخرى. احكي لنا على مشاركتك في مهرجان الرياضات. المهرجان هذا كي داروه باش يشوفوا على المهارات، على حسب المهارات تاع الناس كيف دايرين وكيف تطور تاع لي غولوغ، وبينا لهم المهارات تاعنا كيف جا درنا، وكاينك لي كلاس وكل واحد شحال كلاس وكذا. هل سبق وتعرضت لاصابات في هذه اللعبه؟ طحت، ماشي طيحت نورمال، هادو مخفف زروقيه ماشي. وحنا اللي رانا نلعبوا لي موالفين يلعبوا معنا متمكنين من الرياضة هادية، تسمى ماشي أي واحد يقدر يروح يتعلق كيما نتعلقوا حنايا، وفيها بزاف خطورة تاع كي نتعلقوا قادر واحد رجلو تقلب ولا يطيح لنا تماك. سبق واستعملتي التزلج باش تقضي مشاويرك اليومية؟ وي بيان سيغ، سيرتو حنا المارشي برتوتا لدارنا بزاف بعيد المارشي، تسمى كنت نروح بلي غولو باش نوصل تمتم. وهذه هي. قالوا لنا أنك توصلي الطلبات ثاني. هذا أول عام، والآخر داروا واحد التطبيق، عيطوا لنا قالوا لنا روحوا باش نديروا ليفري والماكلة في الفيستيفال اللي داروه تاع الجزائر تاع أكل الشوارع. تسمى كي داروا حنا رحنا وين ليفري والماكلة باش الناس منها ما يديروش لاشين وما يعيوش رواحتهم، حنا نروحوا نوصلوا لهم الماكلة. دوكا قالوا لنا بلي حيديروا لنا طريق سبيسيال وين ما نديروا نجيوش طوموبيلات، وثانيك هما باش ما نكونش دونجي كي نكونوا نلعبوا حنايا. بيناتنا شحال تحسبي التوصيلة؟ التوصيلة ما على باليش، على حساب باسكو حنا طريق مطرق، كاين طريق ما نقدروش نلعبوا فيها، على جال كيكونوا حجر ولا اوبليجي علينا نمشوا، باسكو لو كان تكون حجرة ولا نكونوا نلعبوا نقدروا نطيحوا تماك، على حساب البلاصة إذا كانت بعيدة قريبة. تما كي تكوني انتيا في ابليكاسيون ولا تاع التوصيل ما حش تعرفي، لازم حتى ديري بلاصة هنا كي حتروحي باش تعرفي شحال راح تجيك. رسالتك لهواة سكيتين شوز. الميساج تاعي ليكم انه ما تروحوش تلعبوا في الزنقه، ما تلعبوش وين يكون خطر، باسكو هذه الرياضه دونجي بزاف، ولازم كي تروحوا تتعلموا عند ناس وين يكونوا بروفيسيونال باش هما يعلموكم، وما ديروش الغلطه تاعنا اللي درناها احنا من قبل ما تتعرف على هذه الرياضه. وهذه هي.